عمري 17 لغايه. هديكم ماده تكنولوجي. حد يعرف يعني ايه تكنولوجي؟ مصطلحات. طب جت منين؟ جت منين بقى المصطلحات؟ احنا ركبنا كلمه تكنولوجي كده وقسمناها نصين. اولوجي، اولوجي يعني علم. تيرم، تيرم يعني مصطلح. احنا بنتكلم عن المصطلحات الطبيه، يبقى كده علم المصطلحات. هي مش ماده، يعني هي ما ينفعش احنا نقول عليها ماده. اي نعم كانت جوه سنه اولى ندخل عليها وكل حاجه، بس هي مش ماده. ان انتوا هتاخدوها وهتستخدموها في مدار حياتكم كلها. هي بمعنى صح اللغه بتاعت الطب، يعني الدكاتره بيتكلموا ازاي بمعنى صح، او قاموس بتاع الطب. الطب مش انجلش، مش عربي. الالفاظ الطبيه او المصطلحات الطبيه بتستخدم لماده باللغه اللي هي اللاتين او اللي هي لاتين او الجريك. تمام؟ طب نبدا. الكلمة اللي قدامكم دي حد يعرف يعني ايه؟ هقسمها؟ يعني مبدئيا هي اكيد لما هتجيب لك حاجة مش هتقسم، فيعني لو جت كده زي ما هي. ايه؟ مش كرحة معدة؟ لا. هي حاجة ليها علاقة بالمعدة. طب معلش، طب ممكن بس تقولي يعني عرفت منين انها ليها علاقة بالمعدة؟ جاستر تمام، وداخل وايتس. يعني المهم انت مسكت الكلمه وقسمتها، ما خدتش يعني. دلوقتي انتوا شايفين اهو كلمه كبيره مكلكعه كده مش فاهمين منها اي حاجه، بس ان شاء الله في اخر السيشن لوحدكم كده هتحطوا. انا مش هقولكم دلوقتي معناها، هتستنى اخر السيشن وانتوا هتحطوا. مبدئيا ميديكال تيرم يعني مصطلح الطب هو حاجه من ثلاث حاجات. اول حاجه ممكن ميديكال تيرم يبقى ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني بيوصف ايه؟ بيوصف شيب، بيوصف كولر، بيوصف سايز، بيوصف فانكشن، بيوصف الكلمه اللي انا بتكلم عليها. يعني مثلا لو قلت بلاسنتا، بلاسنتا اللي هي ماشين. لو كلمه البلاسنتا جت من ايه؟ بالجريك او باللاتين معناها فلات كيك. عشان البلاسنتا على شكل فلات كيك او كيكه مفتحه كده اتسمى بلاسنتا. تمام؟ فالكلمه جت ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني بتوصف. توصف ايه؟ توصف الحاجه اللي انا بتكلم عليها. طيب ابلمز دي يعني لو مثلا ساينتست اكتشف اورج معينه، اكتشف حاجه معينه، هسميها على اسم الساينتست ده. مثلا لو جبت الفالوبيان تيوب اتسمت على اسم جابريلو فالوبيا. جابريلو فالوبيا هو اللي اكتشفه، فعشان كده سميتها فالوبيان تيوب. تالت حاجه بقى الورد بيلدنج سيستم. ده سيستم بقى ان شاء الله هنتكلم عليه، هو ده السيستم اللي بنمشي عليه علشان نبني كلمه، عشان نبني ميديكال تيرم. السيستم ده بيتكون من ثلاث حاجات اساسيين: prefix، word root، suffix. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجه word root، ودي بدانا بيها لان هي اهم حاجه في الميديكال تيرم كله. لما جبت لكم كلمه من شويه كده كانت كبيره ومتكلمه انتوا مش فاهمين اي حاجه، حد قال لي كرحه معده. هي اي نعم مش كرحه معده، بس هو قال معده ليه؟ ان هو شاف الحته اللي هي بتاعت جاستر دي، صح؟ جاستر دي هي الورد روت بتاع المعده. يعني لما اجيب هي يعني الورد روت دي ايه؟ ده الجذر بتاع الكلمه، يعني اهم حته في الكلمه كلها. لما اشوف كلمه كده اعرف انها دي بتتكلم عن المعده او بتتكلم على اورج معين او حاجه معينه. تمام؟ فده من كتر ما هي مهمه عشان كده سموها ورد روت. تمام؟ او هي ممكن التعريف بتاعها فاونديشن اوف ذا ميديكال تيرم، يعني الاساس بتاع الميديكال تيرم. لما اقول مثلا جاسترايتس، انتوا دلوقتي مش عارفين يعني ايه ايتس، هقولها لكم دلوقتي مبدئيا كده ان هي ايتس يعني انفلاميشن. فلما قلت جاسترايتس، جاستر من شويه زميلكم قال ان هي معناها معده، يبقى جاسترايتس كلها على بعضها معناها ايه؟ انفلاميشن اوف ذا ستومك. تمام؟ التهاب في المعده. انا هسمعها لكم دلوقتي بس ان شاء الله لما هتكتبوا طبعا هتكونوا اتعودتوا خلاص، هتسمعوها بقى في دماغكم يعني مش تجيبوا له بتاع له سلاش والكلام ده. تمام؟ طيب بعد كده بقى في وورد روتس الاورجنز كتير قوي في الجسم. مثلا الماوث البق، يبقى الوورد روت بتاعته ستوماتو. يعني انا قلت دلوقتي ستوماتايتس، يبقى معناها ايه؟ التهاب في الفم. تمام؟ دلوقتي هاخد بس ايتس دي كاكزامبل عشان احنا دلوقتي مش عارفين جدا، ماشي؟ مثلا دندو، دندو دي يعني تيث الاسنان، لا جايه منها حتى كلمه دنتست. تمام؟ طيب جينجيفا، جينجيفا دي اللي هي اللثه، اللثه بتاعت ال جينجيفا دي اللي هي اللثه، اللثه اللي ما بين الاسنان. تمام؟ لما اقول جينجيفايتس بقى ايه؟ التهاب في اللثه. جروسو او لينجو الاثنين بنفس المعنى، اثنين بمعنى اللسان. تمام؟ فلما اقول مثلا جلوسايتس التهاب في اللسان. تمام؟ فهمتوا الفكره ان احنا بنجيب وورد روت
بنجيب حاجه فاهم يعني ايه ارتست دي دلوقتي. بس اهم حاجه ان انا اما اول ما بصيت كده على الكلمه لقيت جينجر مثلا فهمت ان هي معناها حاجه في الجرمز. انا مش عارفه ايه دلوقتي بس فهمت انها حاجه ليها علاقه بالجرمز. بعد كده انكفالو. انكفالو جايه من ايه؟ سيفاليك او كفاليك دي معناها الهيد الدماغ. لما اقول حاجه انكفالو يعني حاجه جوه الدماغ. ايه اهم حاجه جوه الدماغ عامه؟ البرين. عشان كده هي انكفالو لما اقول اي حاجه انكفالايتس يبقى حاجه جوه الايه؟ حاجه ليها علاقه بالبرين. تمام؟ طيب جاسترو بس قايلها من شويه ستومك انتيرو انتست تمام هيباتو جلجان هيباتايتس استرام هيباتايتس سي ليفر كارديو معظم الناس بتسايدو كارديولوجيست ايه كارديولوجيست تمام متخصص او سبيشاليست او فيزيشن سبيشاليست في الكارديولوجي ديرمو لما هو مثلا ديرماتايتس يبقى معناها ايه؟ التهاب في السكين تمام؟ طيب رينال يعني كدني. بعد كده بقى السفكس. السفكس دي عباره عن ايه؟ ثلاث اربع حروف كده هما لوحدهم كده لو جبت السفكس ده ملوش اي معنى. بس لما اجي احطهم في اخر الكلمه ادى معنى مختلف تماما للكلمه. اشهر سفكس اللي هو ايتس لسه قالوا لكم شويه. تمام؟ احنا قلنا هرجع لكم تاني عشان بس ما تقولوش. قلنا الورد بيلدنج سيستم ثلاث حاجات. prefix word root و suffix. بدأنا بالword root عشان هو أهم حاجة. word root دي اللي هي أساس الكلمة تمام ودي بتبقى في النص. بعد كده هاجي للآخر suffix دي ثلاث أربع حروف كده بيتحطوا في آخر الكلمة بيدوا معنى مختلف في الكلمة خالص. زي إيه؟ زي الأيتس تمام؟ gastritis. itis ده suffix بتاع الإنفلاميشن تمام؟ يعني لو حطيت word root و suffix هيديني noun هيديني كلمة ليها معنى مختلف تماما. ISM دي تديني معنى condition يعني مثلا لو قلت hyperthyroidism يعني ايه؟ برضه همسكها حته هايبر يعني حاجه كتيره اكتر من نورمال. thyroid جايه من thyroid gland الغده الدرقيه. ism condition يبقى condition of the thyroid gland ان هي بتدي اكتر من الطبيعي بتاعها اكتر من النورمال بتاعها يعني الهرمون بيبقى secreted باكتر من النورمال بتاعها تمام؟ طيب IST specialist زي مثلا dentist او مثلا هنا الاكزامبل بتاعكم باثولوجيست. باثولوجي ده ماده هتحفظوها ان شاء الله علم الامراض. باث لوحدها دي كده اللي هي علم الامراض تمام. الايكولوجي العلم باث اللي هي المرض تمام. اي اس تي سبيشالست هو سبيشالست في الباثولوجي. بعد كده اولوجي ستادي اوف اونكولوجي. اونكو دي يعني الاورام او التيومرز. فلما اقول اونكولوجي يعني علم الاورام تمام. طيب سكوب اللي جاي منها حتى مايكروسكوب او اندوسكوب. انسترومنت تو اكزامين يعني اداه بعمل بيها اكزامينشن. يعني مثلا لما اقول الاندوسكوب اللي هو ايه؟ المنظار الداخلي. اندو يعني حاجه جوه. سكوب يعني اللي هو الاندوسكوب الاداه او الانسترومنت اللي انا بعمل بيها اكزامينشن. طيب ميجالي دي برضه انتوا فاهمين احنا بنقول ايه؟ احنا بنجيب كام حرف كده مالهمش دعوه ببعض بنحطهم في اخر الكلمه بيدوا معنى مختلف تماما للكلمه. ميجالي بقى يعني لارج يعني تضخم. لو قلت مثلا هيباتو ميجالي، هيباتو قلتها من شويه. حد بقى يقول يعني ايه هيباتو ميجالي؟ تضخم في ايه؟ الكبد تمام. طيب. ايتس انفلاميشن. لو قلت ابندسايتس، ابندس دي جاي من ابندكس. ابندكس زي الدوديه. فلو قلت ابندسايتس يبقى ايه؟ انفلاميشن في الابندكس. بعد كده اكتومي يعني ريموفر، يعني عملت اكسجن كده وشفت الاورجن كله. يعني استئصال. فلو قلت ابندكسكتومي بعد ما حصل لها انفلاميشن شفتها تمام؟ استئصال ازاي؟ بس. طيب بعد كده ممكن انا قلت من شويه ممكن يديني معنى الغنى دلوقتي ممكن يديني معنى الادجكتيف اللي هو ايه؟ اللي هو الورد روت الاساس بتاع الكلمه وبعدين السفكس اللي هو كام حرف اللي حطهم في الاخر. طيب ادوني ازاي بقى ادجكتيف؟ مثلا لو قلت الاو يو اس هتبقى معناها هافينج او حاجه فيها حاجه انا بوصف الحاجه دي بايه؟ اللي هي فول اوف حاجه مليانه. مثلا لو قلت عارفين الخلايا العصبيه لو قلت النيرفس سيستم السيستم كله بتاع النيرفس ليه بقول عليه النيرفس دي؟ النيرفس دي وصفت السيستم ده اللي هو مليان نيرفس تمام؟ طيب ايبل ده كده السفكس ده بتاع الابيلتي ان انا اقدر الحاجه دي ايبل تو يعني هي عندها القدره على لو مثلا قلت الدروب ده او الدواء ده والحاجه دي انجكتبل يعني حاجه اقدر احرمها تتحقن يعني هاف ذا ابيلتي تو بي انجكتد تمام؟ طيب ايبل
نفس الكلام برضو ممكن كذا حاجه بنفس المعنى ايبل وايبل الاثنين بنفس المعنى ability لو قلت حاجه reducible يعني حاجه اقدر اقللها مش حاجه ثابته في مكان حاجه تقدر يعني to be reduced طب اي سي يعني اللي برضو نفس الكلام بديه معنى adjective يعني مثلا لما اقول انيميك جاي من انيميا لما اقول الشخص ده انيميك يبقى هو عنده هذا انيميا تمام بعد كده بقى prefix ناخد قلنا word root وبعدين قلنا suffix suffix بيبقى فين في اخر كلمه الكلمه ولا في اولها فاكرها البريفكس بقى العكس برضه كام حرف كده مع بعض ثلاث اربع حروف بحطهم في اول الكلمه بيدوني معنى مختلف تماما beginning of the word طيب بعد كده دلوقتي هنقسمهم بقى اول حاجه هنقول prefix of the position يعني انا في الاول برضه احط كام حرف كده هيدوني معنى المكان البوزيشن بتاع الحاجه دي زي ايه؟ زي لو قلت ابي ابي يعني فوق يعني لو انا بتكلم عايز اوصف مثلا ان الشريان مثلا مثلا لو قلت حاجه معينه بتعدي من فوق حاجه او حاجه موجوده فوق حاجه عايز اوصف الحاجه دي انها موجوده فوق الحاجه في المباني بقول عليها ابي ابي حاجه ابي يعني قول مثلا عارفين الدرمس الادمة طبقات الجلد اللي فوقيها بقى البشره ابي درمس سامت دي كده شفتكم شويه الورد روت بتاع السكين الدرم تمام يبقى هنا لو قلت ده ابيدرمس اديت معنى حاجه فوق الدرمس حاجه موجوده فوق الدرمس تمام سوبرا نفس الكلام برضه يعني حاجه فوق لو قلت مثلا دايفرام حجاب الحاجز عايز اقول حاجه موجوده فوق الدايفرام هقول ايه؟ هتكون حاجه سوبرا دايفراماتيك تمام؟ فاهمين ولا مجمعين يعني؟ حد لا؟ انفرا انفرا بقى العكس لو قلت حاجه تحت حاجه بتعدي تحت حاجه او حاجه موجوده تحت حاجه عايز اوصفها اقول تحت دي ازاي؟ هقول انفرا هقول ايه؟ انفرا يعني امر تمام؟ يعني قلت انفرا رينا رينا من شويه برضه قلتها الكلى يبقى انا قلت انفرا رينا يعني حاجه تانية موجوده تحت الكلى في ارتري او اي حاجه معديه تحت الكلى هقول عليها انفرا رينا ماشي؟ صب برضه نفس الكلام يعني تحت لو قلت مثلا في ادويه اللي هي بتاعت مرضى القلب والكلام ده بتتاخد تحت اللسان تمام قلت لكم برده من شويه الورد روت بتاع اللسان ايه جلوس او ابرين تمام لو قلت صب دينجر لو قلت الدراج ده او الدواء ده بيتاخد تحت اللسان عايز اقولها بقى ميديكال تيرمز اقول لها ايه صب دينجر تحت اللسان تمام بعد كده اكسترا دي يعني حاجه بره عايز اقول مثلا الحاجه الفلانيه موجوده بره بره المكان ده اصلا بره الاورجن ده بره موجوده بره وخلاص هقول عليها ازاي؟ هقول عليها اكسترا مثلا لو قلت حاجه اكسترا يوتراين في ساعات هتحصل بريجنسي بره اليوترس اصلا فيوتراين دي يعني ليها علاقه باليوترس لما اقول اكسترا يوتراين يعني حاجه بره اليوترس اصلا تمام؟ طيب بير غير بير خد بالك في لو حطيت حرف ممكن تختلف معنى السفكس وتختلف بالتالي طبعا معنى الكلمه كلها فخدوا بالكم ان دي بير مش بير ماشي هتقولوا بعد شويه كمان فبير يعني في يعني حاجه بتعدي خلال حاجه مثلا لو شايفين الديفايس ده كده بيعدي خلال ايه؟ عدى الاول بالايه؟ بالسكين ده لو بقول مثلا الجهاز ده عايز اوصف عايز اقول ان هو عدى بالسكين يبقى اقول عليه ايه؟ بير كيوتينيوس كيوتينيوس برضو ده برضو ممكن تبقى مورد روت غير الديرمس غير السكين ده فلو اقول بير كيوتينيوس الاندوسكوب ده مثلا او الجهاز ده الديفايس ده بيعدي بالسكين بقول عليه ايه؟ تمام؟ بير كيوتينيوس طيب تاني بقى بيري بقى دي لما قلت لكم زودت الاي فرق الحرف بيفرق بيري يعني اراوند حاجه حوالين حاجه كل ده احنا برضه بنتكلم على ايه؟ على بريفكس للبوزيشن بوصف مكان الحاجه الفلانيه لو قلت بيري ادرايتس معلش تعمل اسيف دلوقتي ايتس كلكم متفقين ان هي يعني ايه؟ انفلاميشن بيري قلت لكم دلوقتي يعني اراوند ادمو دي يعني حاجه ليها علاقه بالجنان الغده فلما اقول بيري ادرايتس يعني في انفلاميشن حوالين الجنان فهمتوا ازاي كده؟ سيركم برضو نفس المعنى اراوند لما اقول مثلا الانفلاميشن ده او الانفكشن ده انتوا شايفين الصوره؟ ده كده حوالين ايه؟ حوالين البخ فيبقى اسميه ايه؟ او هوصفه بايه؟ اللي هو سيركم اورال سيركم حوالين الاورال الماوث طيب متى؟ متى يعني حاجه ما بعد حاجه بعد حاجه او حاجه بيوند حاجه ازاي؟ يعني مثلا المفروض البونز دي المفروض ليها اسماء، الاسماء دي سهله شكلها مسميها، المفروض الكاربتس دي البونز اللي هي بتاعت الريست اسمها كاربتس. البونز اللي بعديها على طول الطويله دي لو شايفين اهي متشابه عليها ميتا كاربتس.
ليه اتسمت ميتا كورتكس؟ لان هي موجوده بعد الكورتكس، تمام؟ ميتا بعد الكورتكس اللي هي البونز الامنيه، يبقى كده اتسمت ميتا كورتكس لان هي موجوده بعد الكورتكس. طيب ريترو، ريترو يعني حاجه موجوده ورا حاجه. لما اقول مثلا ريترو كوليك، لو قلت كوليك ده يعني جايه من الكولون، القولون، تمام؟ يبقى ريترو كوليك حاجه موجوده فين؟ ورا القولون، تمام؟ انا كل ده بوصف، بوصف مكاني. طيب الترا، الترا برضو يعني حاجه اكسترا، حاجه بيوند، حاجه فوق حاجه وما بعد حاجه. مثلا عارفين انتوا مثلا الفيزبل ريز، مثلا لما اجي اقول الترا فايولت المفروض ان الريز اللي بنشوفها من الريد للفايولت، ما بعد الفايولت ده بقى حاجه مش بنشوفها، الريز دي مش بنشوفها، عشان كده سميتها الترا فايولت ما بعد الفايولت، تمام؟ الترا فايولت ريز. بعد كده ميزو، ميزو دي يعني حاجه في النص، حاجه ما بين، معلش ما بصحش. مثلا عايز اقول حاجه مهمه دلوقتي، انتوا هتستغربوا ان في او، الاو ده كومباينينج باول، ده مجرد حرف كده بس علشان تسهيل النطق. يعني ممكن الميزو دي تتقال في كلمه بالاو، وممكن تتقال في كلمه ثانيه من غير الاو. فالاو ده او الاي ساعات تبقى فيه حروف كده في اخر البريفكس، تبقى دي بس كومباينينج باول، ما تبقاش جزء من البريفكس نفسه. الميزو الاكزامبل اللي عليها اهو مش موجوده جوه، ميزو تو. التيرو من شويه قلت لكم كانت الورد بتاع ايه؟ بتاعت الانتستين، صح؟ فلما بقول ميزو تو يعني حاجه ما بين الانتستين، هي الحاجه ما بين الانتستين. عارفين بشان المصاريكو اللي هو ميمبرين كده بيبقى ماسك الانتستين ببعضها عشان ما تتكعبلش جوه بعضها، فهي دي عشان موجوده ما بين الانتستين، تمام؟ يبقى عشان كده سميتها ميزو تو، ميزو يعني ميزو ما بين انتري جاي من الانتست، عشان كده سميتها ميزر. طيب مايكرو، مايكرو يعني حاجه صغيره قوي، حاجه فيري سكول. لما مثلا بقول مايكروسكوب، سكوب يعني انسترومنت تو اكزامين، لما اقول مايكروسكوب يعني انسترومنت بيكزامين حاجات صغيره جدا، تمام؟ دي الكلمه جت منين؟ مايكرو سيرجري، يعني في عمليات جراحيه دقيقه جدا، فهي دي بتتسمى مايكرو سيرجري. مثلا مايكروميتر دي اللي هي وحده قياس اللي هي اقل من المليمتر والحاجات دي. طيب لو قلت هايدرو، هايدرو حاجه ليها علاقه بالووتر، تمام؟ في حاجه؟ في سؤال او حاجه؟ طيب وهايدرو قلت يعني ووتر، حاجه ليها علاقه بالميه. نقول مثلا هايدروفوبيا، فوبيا طبعا انتم عارفين يعني خوف او رعب شديد من الحاجه دي. في مثلا مواد كيميكال مثلا بتبقى ما تقدرش تقعد في مكان فيه ميه، فبنسمي الحاجه دي هايدروفوبيا. هايدروفوبيك هايدرو، يعني موتور فوبيك يعني خاف، خوف شديد، ابعد عن الميه كده، فسميها هايدروفوبيك. طيب هايدرو سيل، سيل يعني كيس، ساعات بيحصل بيتكون كيس فيه فلويد كده في اي بادي اورجن بسميه هايدرو سيل. هو بيبقى جواه فلويد يعني مش موتور، بس هو بسميه هايدرو سيل، كيس مليان ميه، تمام؟ هايدروثيرابي، عارفين لما مثلا بيبقى حد بيعمل علاج طبيعي في طريقه جديده كده اللي هي علاج بالميه، بدل ما يحاول يحرك دراعه في الهواء كده ويبقى صعب عليه بينزله تحت الميه بيحس ان الحركه تحت الميه اسهل يعني، تمام؟ طيب بعد كده هندخل على البريفكس اوف دايركشن، اتجاه بقى. دلوقتي المفروض الحته دي هتشرح في الاناتومي، بس هي موجوده في التكنولوجي وفي الاناتومي، فهي دي مهمه جدا. دلوقتي عندنا اثنين بريفكس، بروكسيمال وديستال. دي بروكسيمال، بروكسيمال ودي يعني ديستال. يعني ايه؟ بروكسيمال يعني قريب، ديستال يعني بعيد. برضه ما فهمتش يعني قريب ايه وبعيد ايه. دلوقتي مثلا لو بصينا للجراف هو بيقول بيقول قريب من البوينت اوف اوريجن وبعيد من البوينت اوف اوريجن، برضه مش فاهم. دلوقتي مثلا هنبص للجراف من الابر ليمبر، البوينت اوف اوريجن بتاعته منين؟ يعني بادئ من ايه؟ الاوريجن بتاعه من ايه؟ من الجزء ده. فلو قلت لو قارنت بين حاجتين، حاجه هنا وحاجه هنا، مثلا الكوع والريست، مين اقرب ومين ابعد للبوينت اوف اوريجن، تمام؟ نفس الكلام برضه للرجل، لو مثلا قلت النيل والانكل برضه هنا، ايه البوينت اوف اوريجن اهي؟ مثلا الجزء ده والجزء ده، مين فيهم البروكسيمال يعني اقرب للبوينت اوف اوريجن، ومين فيهم الديستال يعني ابعد من البوينت اوف اوريجن، تمام؟ ما ينفعش اقول حاجه فلانيه بروكسيمال والحاجه الفلانيه ديستال. انا لا اجيب حاجتين واقارن بينهم، فاقول الحاجه الفلانيه بروكسيمال تو ذا كذا. فاهمين؟ يعني مثلا اقول مثلا الكوع والريست، ده
تمام؟ الالبو والريست، هقول الالبو از ايه تو ذا ريست. انا لو واقفه اهو كده والالبو از ايه تو ذا ريست. ايه لو قلت اهو سؤال ايه از الالبو از ايه تو ذا ريست بروكسيمال، ليه اقرب من بوينت اوف اوريجن. تمام؟ نفس الكلام الركبه النين هي ولا الانكل؟ لا لا السؤال بيجي كده بالظبط. The knee is not to the، يعني فاهمين مقارنه بين حاجتين، ما ينفعش اقول ده بروكسيمال وده ديستال، لا انا بقارن بين حاجتين واقول عليهم اه دي بروكسيمال بالنسبه لدي، فاهمين؟ طيب برضه هتفهموها اكتر في الحالات دي لو حد مش فاهم. سوبر او سوبيريور، هي السوبيريور يعني حاجه فوق، لو قلت عايز اجيب الفيكس بتاعها هقول عليها سوبر، تمام؟ يعني حاجه فوق اباوت. حتى حاجات كتير قوي متكرره. طب يبقى واقفين، يعني لو في حاجه مش فاهمها واقفين. طب زي ايه؟ طب انا بصوا انا بس بحاول انكم تجمعوا معايا، انا عارفه الموضوع صعب شويه في الخبز، عشان كده يعني انا عايزاكم تذاكروا من بوينت اللي فيه يعني الصوره تبقى جنب الكلمه تبقى اسهل شويه في الخبز يعني. طبعا هو الموضوع صعب اكيد في الاول انكم تحفظوا، بس اكيد بالتكرار وانكم تقعدوا كل شويه كده تبصوا عليهم والكلام ده كله هتحفظوا ان شاء الله. انا بس يعني لا ما تلاقيش انت مش فاكره الورد جروب مثلا بتاع التستنج كان ايه؟ لا 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 عادي مفيش مشكله. طيب مثلا هنا لو جبنا الكارت في تحت حاجه اسمها انفيريور ميدا كابا وحاجه فوق اسمها سوبيريور ميدا كابا، سيبكم من ميدا كابا خلينا نقول عليها سوبيريور وانفيريور، لان دي موجوده فوق فقلت عليها سوبيريور ميدا كابا، انفيريور موجوده تحت عشان كده قلت عليها انفيريور ميدا كابا. تمام؟ مش مهم ايه هي ميدا كابا ومش مهم ايه هي انفيريور، قلت يعني حاجه تحت حاجه موجوده تحت. انفرا وسب ده البريفكس بتاع الانفيريور، يعني حاجه موجوده تحت حاجه اقول عليها انفرا كذا او سب كذا. تمام؟ طيب مثلا هنا الاي بول دي مش بتبقى العين دي كده ما بتبقاش كده لوحدها، لا ده في حواليها مسلز كتير، في عليها حواليها عضلات كتير. لو مثلا قلت المسل اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها انفيريور اوبليك. فليه سميتها كده؟ عشان هي انفيريور، حاجه موجوده تحت، سبت برضه من كوبي. طيب بعد كده بقى بودي بلينز، البلينز دي يعني تخيل معايا كده انا جبت برتقال، انا عايز اقطع برتقال نصين. اقطعها ازاي؟ ممكن اقطعها بثلاث طرق، ممكن اقطعها كده، ممكن اقطعها كده، ممكن اقطعها كده. على اي اساس بقى قطعتها؟ فالموضوع اتقسم ثلاث بلينز، ثلاثة بلينز، تمام؟ اهي متخيل مثلا عايز اقطع ساجيتال، في بلين اسمه ساجيتال، ده جاي من قدام لورا من انتيريور لبوستيريور، حتى لما بيقولوا الكات اسمه انتروبوستيريور.